عدنا إليكم من جديد يا شباب، فيديو جديد. عدنا إليكم من جديد. النهارده هيبقى فيديو تفتيح ورباط، بس الأكاونت مش تبعي، بتاع واحد صاحبي. هو جايبه لي أفتح عليه الأورباط ده عشان يعني اللي هو الحظ بقى الفشيخ بتاعه كده بقى، واللي إيه واللي خخ وكده الكلام ده، فاهم؟ وقال لك أنت حظك فشيخ. وفي الاخر شكله هيلبس يعني، بس احنا يعني فاهم، انا مش عايز اقول له كده عشان ايه، ما يعني ما يحطش امل كبير. بس مش مشكله يعني، هو معاه كام 10 اورباط وحاجات مفاتيح وحاجات يعني حاجات حلوه يعني كتير، واورباط اللي هي دراجون مانسر دي، واورباط الوردز، فهيبقى في يعني تفتيح كتير يعني. وهيبقى معانا هو في الديسكورد عشان برضه افتح اللايف ويشوف هو جاله ايه. ونروح على الفيديو يا شباب. A few moments later. جاهز يا ابو عمو؟ جاهز يا حاجه؟ جاهز يا ابني، جاك صاروخ في مياميك. عايز تفتح يا اسطى؟ او نفتح بس الحاجات اللي هي الحاجات دي، الجلوريز دي وكلامنا بلاد، عشان بس المفاتيح. جيم ستون. كمل. نايس. انا يا اسطى تجمع جيم ستون يا اسطى ولا نكسرهم؟ لا 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 لا، كسرهم. خد راحتك. انا افتح بس الاونر كمان عشان نجيب المفاتيح دي. هي كده كده هتديك مفاتيح، انا عارف الاونر. مفتاحين تعملهم بالظبط اللي هم فاهم. سبعة بالظبط. اوكي، هنفتح يا اسطى الشيستات العاديه الاول اللي هي الاكستيك وكلامنا. كان نفتح الاورباط. جاهز يا ابو عمو؟ جاهز يا حاجه. يلا يا ابني. انت عايز سكن ايه؟ طيب عايز سكن المي كنات ياس بقى عشان انا زهقت، فاهم؟ ياس ومين ياس ويا حظك ايه شامبيون؟ ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني بداية مبشرة. نايس. ليونا ليجنداري، نايس، حلوة حتى لو تكسرها حتى. هو ليجنداري؟ لا، السكينة أصلا حلوة، الإفكت بتاعها. هذا أول ليجنداري. إيه ده؟ هاي. رينيكتون. مفتاح. فري سكن يا اسطى، عايز ايه يا اسطى؟ والله انا هتطمع جالك تشيست وفري سكن، عايز ايه؟ اوه شيكو، نايس. ابعت لي يا اسطى السكنات دي، ماليش دعوه، انا عايز السكنات. يا عم انا شغال بيه اصلا، حاجه اجعف فيهم. انا ما عدتش بلعب من بالي سيزون بحر، ما لعبتش بشيء. انا هو بيعوضه، فاهم؟ اللي هو اداك كان اديتك شيست قال لك خد الشامبيون شارت للمره. ايه يا اسطى؟ خلاص اقفل. خد يا اسطى كمان شامبيون شارت. لا حسيتها ده هتجيب لك سكن اكيد يا اسطى، ما تقلقش. يا ريت والله، يا ريتها ما جابت لك سكن يا اسطى. ما سكنتين ليه لحد دلوقتي؟ او ثلاثه مش فاكر. فين السكنات؟ انت كان معاك ثلاثة يعني؟ ودول اللي هو جداد؟ اوكي، مش هاي جنبهم بس عشان ما يعملوش. انت ما رفعتش ليه ياسو ياسطا ليه السبعة؟ خايف من الحسد ولا ايه؟ بالظبط، عرفت ازاي؟ طب نفتح الدراجون مانسر ولا الوردز؟ انت معاك جيم ستون. راح جيم ستون؟ انت مش هتعملهم؟ لا انا مش هجمعهم. هسيبهم في الاخر جيم ستون، مش مشكلة. مش لو جالك جيم ستون ما اقعدش بقى. ايش الفرق بين الاثنين طيب؟ انا مش عارف. عارف، بص انا افتح لك واحده من دي واحده من دي واحده من دي واحده من دي، ونشوف بقى اللي هو اللي مين المعذب. لا حد باد يعني ايش تفضل. حلو لسه الناس. يلا يا عم ابسط يعني. بتاع دراجون مانسر، بص هيجي لك حاجه معفنه بقى. بقول لك نرجع بقى. لا هيجي لك حاجه ثانيه. نايس. لا احنا نجمعهم بقى، لا مش هجمعهم. ارحم امي العيانه. نرجع للاوربات بتاعت الورز تاني، شكلها هي دي الدل، فاهم؟ لا خلاص ارجع للتانية. تنش يا في ايه؟ شكلك يا اسطى هتعمل رول كتير يا اسطى. لا انا قاعد مجنون. في الاليستكس. حلو، فهي مش في ثلاثة ليجندري صح؟ ثلاثة والله. حلو، بس مش فشيخة قوي يعني، هي حلوة بس مش فشيخة. اهو الجن شغالة. ما روجيت الحال يعني. ايخي لبعضه اكاديمي ايكو لبعضه معايا السكناية علاوي.
لبعضه. ريفن خي اوه ماستري يا اسطى. خلاص ملك الهب دي يا اسطى. انا معايا سكنها بس ايش افتحتي كمان بالمره مش حوار دي. بس ما سمعت انه بيطلع بلاي تيست. السكنها حلوه بس ما شفتهاش بصراحه في اللعبه. انا حاطط مفتاح سكن اصلا سيبها. ادنس اليس كل الحاجات اللي هي الشعبيه دي اعمل لها رول ولا. طب بالنسبه للجنجل انا مش بلعب جنجل فاهم. خد شيفان. لا نجمع خلاص جمع هو ياسو اصلا مالوش سكنات في الحاجات دي في الجيم ستور. ليليا لا انا هلعب جنجل خلاص انا مين جنجل بس اقول لك انك هتعمل هذيك بقى عشان تعلمني بالحاجة. تعمل ايه ياسو؟ اقول لك تعلمني شوية حاجات بقى في الجنجل خلاص انا مين جنجل. يلا دي سكنات دي راندوم شامبيون شارد. لا يا عم شامبيون. طب وانت ياسو سابها ليه ياسو؟ سابها ليه ياسو؟ مش عارف والله انا سابها خلاص. رونيد كارم ألس اللي أيوة بالزبط كده. أيوة صح تاني مفاجأة مش كده. ايه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بقى خد دي انا انت هتلعب بليون على الطلاق. ما انت هتلعب بليون. كم خد شوية ايدي كيري كمان. خد سبورت ايدي كيري. استنى يلا بعض لولو انا معايا السكن دي يا حلوه. لا مش معايا دي بتاعت معايا بتاعت ال نامي از بس جروبي نامي دراجون ستايل كي. انا هو ايه ده بقى انا عمر اشوف السكن دي سيري خي وصل الرباطه تخلص مفيش حتى سكن واحد اللي خدت بالك لو سبورت جنجل انا قاعد في الجنجل. السكنه دي حلوه على فكره نايس. جربتها معايا ايفلين. امس سكنها ايفلين. امس سكنايا اللي بعده. لا نجمع ايفلين اخر واحده يا اسطى. على الله على الله حكايته تخرب بيت كده. فيش ياسو. افتح السكن يجي لك ياسو هنا ولا حاجه. مين؟ لا مفيش حاجه مفيش حاجه ايه ده ديما مش مفروض بفيها بتاع ده اسمها لا انت بقى يا اسطى سيريس حلوه دي بفتحها يا اسطى شش بقى الجينيس تو خلاص مش هجمع حاجه كده من ترم سادنس على الله معاك شويه سكنات حلوه ممكن تعملوها بالرول انا كده بقى كيف احنا جبناش مش عارفك فعلا ملهاش لون حياتي انت ما لعبتش ليون. طب خد سكنات ليون يا حلوه جربها هتعجبك. هي مفتوحه ولا لا؟ ممكن اشوف هي مفتوحه ولا لا اصلا ليون مش عارف. يا بقى مو اخر خمس ستات. ايوه ستات حياتي. سبيس جروب ناسس هي حلوه ولا سكنها حلوه؟ جيم ستون اوه نايس مره انا حسيت والله اصل انا قلت في شامبيونات كتير قوي فاهم. دي ما ينفعش تجيب شامبيون فاهم. دي ما ينفعش تجيب شامبيون. لا 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 بس الصراحه بيني وبينك هي بيعوض فاهم. يعني اخدت سكنات كتير الصراحه. خد بقى ايه شويه وردات بقى عشان ايه يعني نكمل الكومبو بتاعك. بالظبط. خد شويه اورنجي عشان انت بتفتح بيهم سكنايه واحده مثلا. كارما تاني هل نايس معايا السكنة دي. خد ياسطا يموت اهو مش حارمينك من حاجة. امس شيسات ملهمش قد ايه لازمة. انا عملت ايه؟ الاكونت ده فارس. يعني جيلنا سكنة عدل المرة دي. قد يا اسطى يلا انا مين ازل على فكره. مين ازل عارف حلو ولا سكنها براحتك كده بقى. ما عايز
نعمل رول، نعمل رول للمدرس او الريرول. استنى على الشاب الله اللاج ده. بص يا اسطى انا مش عايز يعني احبطك، بس هيجي لك اورنج او حاجه زي كده. اوه نايس نايس، حلو. لا حلو السكنات حلو. اه انا عارف الحلو جميله نايس. نفتح بقى التشيست، انا هقعد كل شويه انزل افتح التشيست واطلع اعمل رول. ايه يا اسطى هنطور، بقول لك هنطور مع بعض. ايه السكنات؟ السكنات حلوه. بص اي هي شامل مش ايبك بس حلوه. اه فاهم، انا كنت اصلا افتح سكنايه وانا مش عايش منها. جاليو ده عايزه، مع ان في ناس بتحب السكنايه دي مش عارف ليه. وانا دريفن دريفن اوريدي اللي هي شخصيه كبيره دي عارفها. ايوه بس وحشه على فكره عشان بتبقى التارجت بتاعها بتبقى اه هيفش اخوك. بس انا اوريدي معايا سكنايه مش بلعب بيها، مش بلعب بيدي كاري اصلا. هو في ايه يا اسطى؟ ماستري ثلاث سكنايه. كمل كمل رول. ايوه عامل رول. لا هو فتح اصلا. استنى حيو حيط ابوك وحيط ابوك. استنى كف والكارما دي. اه اه كارما. الله صحيح في سكناريو ليونا. نايس نايس نايس. اورنج يا اما هيجيب لك اورنج يا اما انت حظك. نايس. اوه راح ماشي. والله ما والله ما متضايق. والله ما متضايق. لا يا عادي يا ام شامل. والله حصلت يا شامل. خد شامل. ما هو انت قاعد بيجي لك سكين، انت عايز ايه يعني؟ ليه ما ينفعش يكون في سكينات دايما؟ ايه؟ ازرايل. لا ايه تاني؟ وورورك. ايه بقى كده عندك؟ بعد كده بقى ممكن تضحي بايبك ولا حاجه بقى. ماشي. وفي اصلا عندك يونا 2 برضه ماشي. بس انت بقى انا بقى بكسرها في الغالب، ما بحبش اعمل. وفي ازريل تاني صح؟ انا طبعا كان في ازريل ستار جارديان بالظبط. ماشي يلا ده الاسترايكر. سيب بقى الستار جارديان هقطعها اصلا. اخي يا اسطى اخر رول. انا الله انا الله. بص السنين عايز تعمل رول لمين؟ هتسيب دي ولا تفتح ولا ايه؟ اوكي اخر رول. آه. لا 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 حطمني حطمني. ايوه حطمني يا جماعة. هي سكنها حلو. هي شغالة السكنها بس المشن بتاعها. جيركن احزان احزان احزان. بص على جنب المشرق يا اسطى، انت جالك بتاع ده ايه برتقاله. جالك الاترنال بتاعت ياسو دي. هيجيلك منها بقى اللي هو يقول لك إيه، انت عملت مثلا كام كيو، عملت مش عارفه كام مش عارفه ايه كام وال كام ايه ما اعرفش بقى. هو على حسب الشامبيون، انا ما اعرفهمش بصراحه. بس كل شامبيون ليه حاجه يعني، لو كام اي مثلا كام داش. حاسس برضو اللي ما جاش حاجات حلوه قوي بصراحه، ما جاش الا يعني هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة كم لجنداري؟ خمسة ستة تقريبا. وبيسا شباب نشوفكم في الحلقة الجاية. صباح الهرم إخواننا.